العلاوات والضرائب في هولندا. هذا الفيلم يدور عن التقدم بطلب للحصول على الديخي داي، العلاوات والضرائب. في هولندا يتم تنظيم العديد من الأشياء الهامة رقمياً وعبر الإنترنت. للقيام بذلك تحتاج إلى ديخي داي، هذه هي هوية رقمية يجب عليك طلبها بنفسك عبر الإنترنت. تحتاجها لتتمكن من تسجيل الدخول على مواقع الويب الخاصة بالحكومة، فيعرفون من أنت. ثم إنها تماماً مثل جواز السفر، من الجيد الحفاظ عليها وعدم إعطائها لأشخاص آخرين. أنت بحاجة إلى ديخي داي لطلب علاوات إضافية وتسديد الضرائب. العلاوات الإضافية هي مساهمات في تكاليف الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. هناك مكملات الإيجار وتكاليف الرعاية. في المرة الأولى التي تنتقل فيها من مركز اللجوء إلى منزل، يتم طلب بدلات الإيجار والرعاية من قبل موظفي جهاز الاستقبال المركزي كوا. نقوم بالطلب الأول من علاوة الإيجار والرعاية لأصحاب الإقامات. بمجرد أن ينتقلوا إلى مركز اللجوء إلى بلدية، نحرص نحن بعد ذلك بعقد الإيجار الذي يتم إرساله إلينا، بأن يتم تقديم طلب بدل الإيجار والرعاية. ما نحتاجه دائما هو رقم حساب مصرفي صالح بالاسم. إذا لم يكن لدينا رقم حساب مصرفي فلا يمكن تحويل المال. يجب أن يكونوا مسجلين بشكل جيد أيضا في البلدية. بعد أن تحصل على عقد الإيجار ورقم الحساب، أعطيهم لموظف الكوا في مركز اللجوء، وبمجرد سريان عقد الإيجار تقوم بتسجيل نفسك في البلدية. يمكن لموظف مساعدة اللاجئين مساعدتك في ذلك. سوف يستغرق الأمر من 6 إلى 8 أسابيع قبل أن يتم تحويل مبلغ العلاوة إلى حسابك. وبالإضافة إلى الإيجار وبدل الرعاية الصحية، يحصل الأشخاص ذو أطفال على ميزانيات ذات صلة بالأطفال حسب دخلهم. إذا كنت ترغب في الاستفادة من حضانة الأطفال، يمكن لبعض الناس طلب مساهمة في التكاليف وبدل حضانة الأطفال. على سبيل المثال، إذا كان كلا الوالدين يعملان أو يذهبان إلى دورة الاندماج، هناك الكثير من القواعد المتعلقة بالبدلات. يعتمد الحصول على البدل ومداه على عوامل مختلفة. اسأل عن النصيحة دائماً. بمجرد تغيير حالتك، يجب عليك الإبلاغ عن التغيير بنفسك. أولاً كان لدي مرتب اجتماعي، ثم وجدت وظيفة. لابد لي من تغيير بدلي. محمد وجد وظيفة كمربي نحل، لهذا تغير دخله وكان عليه أن يغير من مخصصات البدل. وجدنا كل شيء صعب. كل شيء بالنسبة لنا هو جديد، قواعد جديدة تماماً. لحسن حظي كان لدينا سيدة جيدة جدا، لقد ساعدتنا في كل شيء. أيضا تغييرات أخرى، على سبيل المثال، إذا كنت تعيش معا أو إذا توقف طفلك عن الحضانة النهارية، يجب أن تبلغ بذلك. اطلب من شخص ما، مثلا مدربك عند فلوختلينغنفيرغ، لمساعدتك في ذلك. مع ديخي داي الخاصة بك يمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع tuslachen.nl. للإبلاغ عن التغيير من المهم جدا أن تمر التغييرات في الوقت المناسب وبشكل صحيح، وإلا قد تحصل على الكثير من المال لمدة أشهر والتي سيتعين عليك سدادها لاحقا. لقد ارتكبت خطأ مرة واحدة، تلقيت أموالا من مصلحة الضريبة، ثم اضطررت لتسديد المبلغ. اضطررت لتسديد 1300 يورو. بالإضافة إلى العلاوات، يمكنك أيضا ترتيب شؤونك الضريبية بالديخي داي. كل من يعمل في هولندا يدفع ضريبة الدخل. بالضريبة تدفع الحكومة، على سبيل المثال، بناء الطرقات، التعليم والرعاية الصحية. إذا كنت قد حصلت على وظيفة، فستتلقى رسالة من السلطات الضريبية مرة في السنة لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بك. يمكنك تسجيل الدخول على موقع السلطات الضريبية بواسطة الدخي داي لتقديم الإقرار الضريبي. يمكنك الاتصال بالهاتف الضريبي وتحديد موعد لمساعدتك.
بالإضافة إلى الضرائب الوطنية، هناك أيضا ضرائب البلدية وضريبة المياه. على سبيل المثال، تستخدم البلدية الضرائب لجمع النفايات، ويستخدم مجلس المياه الضريبة لتنقية المياه الملوثة. يختلف المبلغ الذي يجب عليك دفعه لكل بلدية. إذا كان دخلك منخفضا، يمكنك التقدم بطلب للحصول على إعفاء من هذه الضرائب. كما أن البلديات لها علاوات. يشرح محمد ما تدفعه بلديته للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. في بلدية واخينينجين نحصل على إكتو مي فونز للألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية. نحن أيضا نحصل على بدل الدخل الفردي. هذا مبلغ ثابت في السنة. الأمر مختلف لكل بلدية بخصوص ما يحصل عليه القادمون الجدد، لذلك عليك أن تكون في حالة تأهب، والشخص الذي يساعدك يجب أن تسأله عن ذلك. ما الذي تستطيع فعله البلدية من أجلي؟ يوجد في كل بلدية نقاط دعم لمساعدتك. اسأل في بلديتك إلى أين يمكنك الذهاب، أو اذهب إلى مساعدك الخاص عند منظمة اللاجئين.